السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشرح برنامج نظام شركة التوصيل. طبعا هذا البرنامج حسب الطلب لشركة مرج البحرين. اسم المستخدم واحد، كلمة المرور واحد، دخول. هاي بعدين نشرحها المفكرة. نجي على واجهة البرنامج. طبعا بيانة الشركة بهاي الصورة، المحافظات، ندخل محافظة بغداد، بابل، وإذا أخطأنا بالكتابة نقدر على أي مكان ونصلح ونقول له حفظ. نجي على العملة، عملتين محلية هي الدينار والأجنبية هي الدولار. هسه أنا أختار المحلية، إذا حبيت تعدل في الصورة هذه أختار المحلية. أجي على العملاء، أدخل الشركة، شركة المنافذ، موقعها بغداد، موبايل، وبنفس الشغلة إذا أخطأت تنقر على أي مكان وتصلح وتقول له حفظ. أما إذا أخطأت باسم الشركة ودخلت لها حركات يعني من فواتير من وصولات تقدر تعدل من هذا التعديل الشامل، تختار الشركة وبعدين الاسم الجديد تنفيذ، راح يتغير كل البرنامج. هاي بالنسبة للعملاء. المندوبين كذلك نفس الفكرة، محمد علي، المحافظة نقول بابل، صفرين، هذا موبايله، ونفس الفكرة إذا أخطأنا هم نعدل نفس الفكرة نقول حفظ. تغيير كلمة السر، تكتب الاسم الحالي للدخول، احنا دخلنا برقم واحد، كلمة السر القديمة هي واحد، الجديدة تأكيد الجديدة، بعدين تنفيذ راح تغير كلمة السر. سعر الصرف، سعر الصرف الثابتة بهاي الصورة. عندك رصيد أول، إذا كان عندك رصيد بالقاصة مثلا ساعدنا نقول 500,000 عندنا، وعندنا الصلاحيات بعدين. نسخة احتياطية من البرنامج ناخذ هاي الصلاحيات، طبعا أنا ما أخذ الصلاحيات كلها، راح يخرجنا هسه. نرجع واحد واحد دخول زين. يعني هنا فاتورة التوصيل هي هم فقرة، الفواتير الصادرة، هنا فواتير راجعة من الزبون، فواتير راجعة للعميل يعني الشركة تعمل وياها. أنت بالنسبة لك كوسيط بين الشركة اللي تبيع المواد والزبون، أنت شركة توصيل وسيط يعني. هنا مصاريف، هنا سنة قبض الصرف، هنا التقارير. نجي ندخل فاتورة. نجي طبعا الحركة تلقائي، نوع الحركة تلقائي، هنا معايل، هنا طباعة، هنا تحويل الامتدادات، هنا اسم العميل هي شركة المنافذ، موقعها بغداد، تليفون الزبون، هذا الوصل الورقي نفترض 1-1. اسم الزبون طبعا السجلة مرة واحدة وما يتكرر عندك، إذا حبي يعني نفس الزبون موجود، هو يبقى موجود بالبرنامج، مثلا عباس فاضل على سبيل المثال، المحافظة عباس، بابل، المنطقة طبعا المنطقة كذلك هم سجلها مرة واحدة، الجزائر. عندك رقم عباس صفرين، هيجي اسم المندوب محمد، مندوب بابل محمد،
مبلغ المادة هو نفترض 10,000 دينار، نجي ناخذ عمولة على عشر يعني على هذه السلعة، نفترض 200 دينار، صار 200,000، خلنا ناخذ 50,000، يصير منطقية 50,000 يصير 10 و5، هاي 100,000 نسويها، هاي 100,000 دينار السلعة، 50,000 التوصيل، هي أرقام يعني هذه، هاي بعدين نجي عليهم. شنو هي مثلا تحف على سبيل المثال؟ هذا الزبون اشترى من هاي الشركة، عباس اشترى من الشركة، شركة المنافذ هي مادة تحف اللي توصلها إلى شركة المنافذ، والمندوب هو محمد علي، نقول له حفظ. هساني سجلت فاتورة، الفاتورة الصادرة هي هذه، طبعا هسه المندوب اخذ المواد وراح يسلمها للزبون. اذا استلمها الزبون مجرد ناشر بهذا المربع راح ينتقل فواتير سلمت، هو اوتوماتيكيا راح يسوي له يعني سند قبض، راح يودي للصندوق. زين يعني هسه لو ارجع للصندوق ألقى فاتورة هاي وينها 150,000، 150,000 مية المواد و50,000 هو عمولتنا مال التوصيل. زين يابا هنا عندنا 500,000 كانت رصيد أول، صار 650 عندنا بالقاسم. اليومية كذلك راح تلقاها موجودة، هاي وينها موجودة، وتقدر أنت ترجع طبعا الفاتورة وتشوفها هنا أشر لك تم التسليم للزبون. هاي بالنسبة للصادرة، فواتير صادرة هنا سلمت. إذا نفترض كافتراض ما تسلمت المادة، راجع من الزبون مجرد تأشرها وتقول له رفرش، راح تنتقل هي تلقائيا إلى فواتير راجعة للزبون، وتقدر هم تشوفها هنا راجعة للزبون، تقدر تشوفها، وبنفس الوقت هي رفعت من الصندوق ورفعت من اليومية. تجي هنا فواتير راجعة تلقائيا رجعت إلى صاحب الشركة، تلقائيا رجعت لصاحب الشركة. زينيني، وهم تقدر تشوفها راجعة من الزبون. هسه نفترض انه الزبون اخذها، زين وين الزبون، تسليم الى الزبون، نروح هنا صادرة. هنا نجي اذا اريد نحب نطبع، هي عندك هنا رصيد أول، هنا 150 جتك 650، وهي هذه كلفة المادة هي عمولتها. طبعا نجي هنا البحث الشامل، تبحث بأي فقرة بالبحث يطلع لك النتائج وتقدر تطبع، يعني باسم الشركة، باسم المندوب، المحافظة، اسم الزبون، اسم المنطقة، كل البحث موجود، هو مجرد تكتبه هنا راح يطلع لك اللي تريده شنو. هنا أنا كشف عميل، يعني كشف الشركة. هسه إذا هاي الشركة سوي لها كشف، هذه سلمت، نجي إذا تريد تطبع كشف للشركة اللي تتعامل وياها، هنا اسماء جميع العملاء، هنا المندوبين
كشف مندوبين، هذا كشف مندوبين، هنا أسماء المندوبين، هنا الأرباح تربح هسه 50,000 هي العمولة. زين، نجي ندخل مصاريف. طبعا هذا هنا هاي اليقونة هي إضافة نوع مصروف جديد، إذا حبيت إنه تضيف. هسه أنا بجوز نقل مثلا عندي عندي 1000 دينار، هاي تكتب انت البيان مالتها ويا جور نقل مكتوبة. اذا احب اروح انه الارباح، نزلت عندي الارباح هسه شوفها، لان عندي 50,000 الف صرفته، يبقى 49,000 دينار. هنا أنا ارباح حسب التاريخ، زين يعني هنا أنا سنة قبض وصرف، عفوا سنة قبض او مثلا صرف، تقدر انت تصرف. مثلا أصرف هالثاني 1000 دينار، هم 1000 دينار، زين، وأقبض 500 دينار. طبعا إجيت هنا للصندوق، لقيت صرف، هاي مصاريف عامة، ولقيت صرف، ولقيت قبض. وبنفس الشكل هي باليومية، لأن اليومية شكو شي تشتغله يجيك باليومية. هو هذه برنامج فكرته بسيطة إن شاء الله، وراح نشرح المفكرة. هاي المفكرة تظهر لك أول ما تبدي، يظهر لك هذا التقرير، هذا التقرير يظهر لك، هذا التقرير كل ما تشغل البرنامج ينطيك تقرير عن الملاحظات أنت اللي مسجلها. أنت إذا حبيت إنه تسجل ملاحظات، تطلب أحد، أو عندك أجهزة بمكان معين تصليح، الجهة الفلانية كذا، فتقدر هنا هو راح ينبهك عليها أول ما تشغل البرنامج تطلع لك. ومن تنتهي عندك الفقرة، من تنتهي الفقرة، من تنتهي راح هنا يطلع مربع أنت تأشر عليه، راح يروح للمنتهيات. هسه هذه أني مسجلها، لو أريد من أشغل، من أشغل هسه نفترض أريد أطلع عن البرنامج، خليني أطلع وأرجع جديد. شوف راح تظهر لي أول ما أشغل البرنامج، يقول لي يا بت عندك فلان شي، عندك كذا تصليح، ما أدري شنو. مجرد إنه انتهت المهمة بهاي الفقرة، أشر وفريش، انتقلت بعد ما تطلع لي بهذا النافذة. طبعا هذا البرنامج كلش بسيط، واني صممته حسب طلب هاي الشركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.